تفضل يا منصور من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. عليكم السلام. تفضل. أحبك يا شيخ صالح. حياك الله. حياك الله. شيخ فيها في الآونة الأخيرة يتناقل بين الجوالات الرسائل. إذا لم ترسل الرسالة هذه بيجيك كذا وكذا وكذا، متناقلة بين الأشخاص أو بين الناس. أودي أنك تشوف الموضوع يا شيخ. طيب شكرا الله. لك. هؤلاء دجالون وكذابون يكذبون في الجوالات ويقولون إذا لم تنقل هذه وتوزعها تصاب بكذا، وإذا وزعتها لك أجر كذا. هؤلاء كذبة ويجب أن يوقفوا عند حدهم ولا تروج خرافاتهم وأباطيلهم. نعم.